بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم ومرحبا بكم في هذه الندوة النقاشية التي يعقدها القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين بمناسبة ذكرى ثورة العشرين تحت عنوان قراءة في مصادر تأريخ ثورة العشرين. وعلى بركة الله نفتتح الحلقة النقاشية لهذه الندوة بأولى الكلمات الرئيسية للدكتور مثنى حارث الضاري، فليتفضل مشكورا. لكن قبل ذلك نود أن ننبه إلى أنه من تكون لديه مداخلة أو مناقشة أو استفسار، الرجاء كتابة اسمه بورقة ثم بعثها للمنصة لكي نرتب الأمور والمداخلات على هذا الأمر. فليتفضل الدكتور مثنى، جزاه الله خير. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله وبعد. السلام عليكم أيها الإخوة ورحمة الله وبركاته. هي ورقة رئيسة من أجل أن يدور بشأنها النقاش في هذا الموضوع المهم، وقد اعتاد الإخوة في القسم السياسي في كل عام أن يقيموا ندوة أو حلقة نقاشية للحديث عن ثورة العشرين في جانب من جوانبها، وقد اختاروا في هذه السنة الحديث عن مصادر تاريخ ثورة العشرين. والحديث عن مصادر تاريخ ثورة العشرين حديث واسع، فيه نقاط إيجابية وفيه نقاط سلبية. سأحاول في هذه الورقة أن أبين بعض هذه الملامح والنقاط، ولا تستوعب أو لا تستقرأ هذه الورقة كل الملاحظات فيما يتعلق بتاريخ ثورة العشرين أو مصادر تاريخ ثورة العشرين، وإنما هي قراءة من أجل نفتح الباب لوجهات النظر الأخرى ونستمع لآرائكم في هذا الموضوع، وهي محاولة أيضا لتعزيز الكتابة في تاريخ ثورة العشرين لأهمية هذا الحدث ولكونه أكثر الأحداث التاريخية في تاريخ العراق الحديث والمعاصر عناية من قبل الباحثين والمؤرخين. فالذي يستعرض مصادر ما كتب عن ثورة العشرين، وهناك فهرس حقيقة صدر في الثمانينات في بغداد عن مصادر ثورة العشرين أو ما كتب عن ثورة العشرين، فهرس إلى ذلك الحين، ويحتاج أو تحتاج هذه الفهرس إلى إكمال منذ ذلك الحين إلى وقتنا الحاضر، فضلا عما فات الفهرس السابق. والفهرس السابق كان كبيرا، فما بالكم بالدراسات التي ظهرت بعد ذلك سواء في العراق أو خارج العراق. فالأمر مهم ويحتاج إلى بحث ودراسة وتنقيب وإعادة عرض، ومن هنا جاءت فكرة هذه الندوة وفكرة هذه الورقة. الملاحظة الأولى فيما يتعلق بمصادر تاريخ ثورة العشرين وهي إيجابية، هي كثرة ما كتب عن الثورة ككتابات عامة أو مذكرات لمن شارك فيها أو كان قريبا منها، أو دراسات علمية أكاديمية في الجامعات العراقية وغير العراقية، أو الوثائق التي طبعت ونشرت، ولا سيما الوثائق المتعلقة بتاريخ الاحتلال البريطاني للعراق الصادرة عن وزارات الخارجية في ذلك الوقت وأجهزة المخابرات البريطانية، وقد طبع عدد منها وما زال قسم منها إلى الآن يطبع. نقطة أخرى تعمل على توسعة المجال في الكتابة في ثورة العشرين هو الإفراج عن كثير من الوثائق البريطانية بعد انتهاء مدة الحظر المعلومة، وسيأتي الحديث عنها بعد قليل. فإذا النقطة الإيجابية أن ثورة العشرين المجيدة حظيت والحمد لله باهتمام كبير من الباحثين والدارسين والمؤلفين والمتابعين فيما يتعلق بالكتابة والتاريخ والتوثيق العلمي. أما الحديث عنها في وسائل الإعلام الأخرى، في الصحف السيارة والمجلات ووسائل الإعلام قنوات فضائية وإذاعية، والآن في وسائل التواصل الاجتماعي فكثير جدا. وعلى الرغم من كل ذلك فما زالت هناك جوانب عديدة من هذه الثورة تحتاج إلى تسليط الأضواء عليها. هذا كنقطة إيجابية.
أما النقاط التي تحتاج إلى إعادة نظر وفيها شيء من السلبية فعديدة، قد اخترت اليوم بعض الأمثلة كما قلت ليس استقراء كاملا. النقطة الأولى أن بعض وسائل الإعلام الحديثة وبعض وسائل التوثيق الحديثة ولا سيما يسمى الآن بدوائر المعارف الإلكترونية الموجودة على شبكة الإنترنت التي تلخص الأحداث لكل التفصيلية لكل حدث هام وتحاول أن تركزها في أسطر أو صفحات قليلة، وهذا المنهج جيد لأنه يوسع المعلومة ويعمل على انتشارها، ولكنه أيضا يسهم في إعطاء معلومات غير دقيقة أو تسليط الأضواء على جوانب وحجبها عن جوانب. ومن الأمثلة فيما يتعلق بثورة العشرين أن إحدى هذه الموسوعات الإلكترونية تتحدث عن ثورة العشرين، تقول هي ثورة اشترك فيها جميع العراقيين، هذا شيء جيد صحيح الواقع يقول هكذا، ولكن تقول من أسبابها وتذكره أولا وكأنه هو السبب الرئيس واحتجاجات الضباط الساخطين من الجيش العثماني القديم، توحي بأن هناك ضباط سابقين من العراقيين كانوا في الجيش العثماني ثم بعد الاحتلال البريطاني للعراق وهزيمة العثمانيين أو هزيمة الجيش التركي بالمعنى الدقيق في ذلك الوقت، هؤلاء الضباط أصبحوا بلا عمل فبدأوا بالاحتجاج وبإثارة المشاكل وما إلى ذلك، وهذا تحريف لتاريخ ثورة العشرين بصورة واضحة وصريحة. فكلنا يعلم أن الثورة بدأت نتيجة تململ العراقيين من أثار الاحتلال البريطاني الذي قاوموه وقاتلوا مع القوات العثمانية ضدهم الشعبة وفي الكوت قوة العمارة في اسطبلات وفي بغداد وصولا إلى آخر حدود العراق إلى الموصل. عام 1918 تم احتلال الموصل، بينما احتلت البصرة عام 1914، 4 سنوات حتى تم احتلال العراق. هذا كله بسبب ماذا؟ مقاومة العراقيين والعثمانيين. فإذا أساسا لديهم مقاومة موقف من الاحتلال، بعد الاحتلال وبعد سيطرته وبدء سياساته التعسفية الاحتلالية وانتقاض الوعود التي طرحها الجنرال مود أو أعلن عنها الجنرال مود في ذلك الوقت، بدأ التململ وبدأت بوادر هذه الثورة من وقت مبكر في أماكن وغيرها، مثلا ثورة النجف في عام 1919. أما ثورة العشرين فبدأت في صفوف الطبقة المثقفة والطبقة الوسطى من المجتمع العراقي، وبدأت باجتماعات ولقاءات ثم تظاهرات معروفة في بغداد، فاشتعلت الثورة في بغداد سياسيا وعمل في الشارع مظاهرات واعتصامات وذلك، ثم توسعت عسكريا في مناطق. فهذه ملاحظة يعني تدلل على سوء التعامل مع تاريخ ثورة العشرين. موسوعة أخرى ماذا تقول؟ تقول أثناء ثورة العشرين، لاحظوا العبارة، اندلع تمرد آخر ضد البريطانيين في شمال العراق قام به الأكراد أثناء ثورة العشرين، فتفصل عمل الإخوة الكرد تماما وتخرجه من إطار الثورة وتنسبه إلى أنها حركة تمرد، لاحظوا العبارة أيضا، في أثناء الثورة قام بها الأكراد، وهذا يخالف الواقع. فالثورة عندما انتشرت، هذه طبيعة الثورات، بدأت في بغداد احتجاجات ومظاهرات ولقاءات واجتماعات وإرسال رسل ومندوبين إلى محافظات العراق لاستنهاض هنا من الناس، فاندلعت الثورة في عدة مدن عراقية، فبدأت بمدينة بمدينة وهكذا، ثم انتقلت في ربوع العراق جميعا. من الطبيعي جدا أن الثورة انتشرت في بغداد وأطرافها، ثم في الفرات الأوسط، ثم في جنوب العراق، ثم اتجهت إلى ديالى وإلى المنطقة الغربية، ثم شمال بغداد. وقبل ذلك كله، قبل التاريخ المعلن للثورة 30 حزيران، في بداية شهر 5 اندلعت الثورة في تل العفر في شمال غرب العراق في محافظة نينوى الآن، ثم انتشرت في المحافظات والمدن الكردية، وبرز قادة كبار من الإخوة الكرد في قيادة هذه الثورة. وهناك كتاب مؤلف عن هذا الموضوع بعنوان ثورتنا في شمال العراق، والمؤلف المؤرخ الموصلي المعروف محمد عبد الرؤوف الغلامي. فإذا لاحظوا طريقة إيراد المعلومة التي فيها ليس تدليسا وإنما للأسف
أقصد أن أقول كذب. إذا انتقلنا إلى موضع آخر من هذه الموسوعة نكتشف أن عندما تتعامل مع الثورة تتعامل وفق سياق اجتزائي. لا نتهم إدارة هذه الموسوعة ولكن هذه المعلومات، لأن هي موسوعة ليست عراقية. مثلا عندما تتحدث عن الثورة في غرب العراق أو ما كان يعرف في ذلك الوقت بلواء الإدلام تقصر الثورة في الحديث عن زوبع، فتقول ثورة زوبع، لا تقول ثورة أبو غريب في لواء الإدلام، ولا تقول لواء الإدلام ثم تأتي بالمدن. وعندما تعود لاستذكار واسترجاع أحداث أخرى تقول أحداث عانة، وتأتي بأحداث عانة بسطرين أو ثلاثة مختصرة، بينما عانة جرت فيها معارك وتحرير مدينة ونصب قائم مقام ومن ثم محاولة تحرير راوة وإسناد الفلوجة، ثم جاءتها قوات عربية التي خرجت من تل عفر عبرت لها من الأراضي السورية، أحداث كثيرة وتفصيلات لا تذكر أبدا. والفلوجة، معركة البواخر المشهورة والسفن في الفلوجة، معركة كبيرة جدا شمال الفلوجة في المنطقة يعني محصورة بين الصقلاوية والقرمة والفلوجة، معركة كبيرة جدا. للسفن للاحتلال البريطاني استطاع الثوار في ذلك الوقت أن يسيطروا عليها وأن يأخذوها إلى الساحل ويغنموا ما فيها، وقتل فيها جنود وضباط بريطانيون، وأحداث امتدت إلى الفلوجة، هذه أيضا غير موجودة في هذه الموسوعة لا تذكر بالمرة. مثال آخر، معركة تل عفر وتحرير تل عفر غير مذكورة أيضا في هذه الموسوعة، مع أنها أول حدث عسكري منظم وكبير وقائم على تخطيط ومراسلات وإعداد سياسي وعسكري وتحرير لمدينة باشتراك أهلها والعشاء المحيطة بها مع قوة عراقية وعربية جاءت من سوريا، من العراقيين الذين كانوا في سوريا فضلا عن بعض الضباط العرب، وكان قائد المجموعة أو قائد الوحدة أو العملية ضابط عربي ليس عراقيا، منصور الطرابلسي، هذه لا تذكر أبدا، مع أن هناك كتاب كبير جدا لأحد أبناء تل عفر من الستينات يوثق أحداث ثورة تل عفر. مثال آخر، هذه الموسوعة وغيرها من الموسوعات، وهذا للأسف يعني سلوف التعامل شائع، كل ما يتعلق بالثورة ثورة العشرين شمال بغداد لا يذكر إلا نادرا، مع أنه جرت أحداث كبيرة ومن أهمها هي قطع سك الحديد، جرت أحداث في سامراء وفي تكريت وفي مناطق شمال بغداد، وأيضا موثقة كتب عنها المرحوم سليم طه التكريتي في مجلة آفاق عربية منذ الثمانينات، كتب دراسات عن هذه عن هذا الموضوع، هذه كلها غير موجودة. فلاحظوا الكم الكبير في إغفال مدن ومناطق واسعة وشاسعة لم تشارك في الثورة. أما المدن المذكورة فيها الثورة في بعض هذه الموسوعات مثل ديالة، تذكر الأحداث في بعقوبة في دلتاوة إل خالص وغيره وأماكن أخرى في شهربان، ولكن هناك معلومات مفقودة، من هم قادة الثورة غير المشهورين المعروفين، كيف نظمت العمليات، قتل ضباط هناك كبار في هذه المناطق. وبناء على بعض اللقاءات ببعض كبار السن والمعنيين بالتاريخ لهذا الموضوع اكتشفت بأن هناك حوادث غير مذكورة بالمرة تماما، ومنها على سبيل المثال اغتيال أحد القضاة الشرعيين في ديالة لأنه كان أحد المحرضين على الثورة والداعمين والساندين له من كبار علماء ديالة، لم يذكر التاريخ هذه الحادثة أبدا، بقيت تنتقل بين الناس شفاها وتحتاج هذه إلى تثبيت. هذا فيما يتعلق بمنهج الاجتزاء والإغفال. إذا دخلنا إلى ملاحظة ثانية فيما يتعلق بطريقة تناول تاريخ ثورة العشرين، هناك ملاحظات كثيرة، منها على سبيل المثال الدراسات المؤدلجة إذا صح التعبير، والدراسات التي تريد إسقاط رؤى وخلفيات معينة على الثورة بعيدا عن أهدافها الحقيقية وتفاصيلها. وأبرز ظاهرة طبعا وتم تناولها كثيرا ولكن ينبغي التأكيد عليها هي الدراسات التي تمت في وقتها في إطار المدرسة الاشتراكية الشرقية في الاتحاد السوفيتي وبعض بلدان المنظومة الشرقية، وأبرزها طبعا دراسة الأستاذ كوتولوف الروسي اللي حاول من خلاله أن يظهر أن الثورة هي ثورة الطبقة الفقيرة، طبقة الكادحة، طبقة الشعبية، ثورة عمال وهكذا، في إطار
منظومة التفكير الشيوعية في ذلك الوقت، وقد رد عليه كثيرون، ومن يقرأ كتابه وترجم من وقت مبكر وانتشر في العراق يلاحظ هذا الموضوع بشكل واضح. وأبرز من رد عليه في ذلك الوقت هو عبد الرزاق الحسني رحمه الله في كتابه الثورة العراقية الكبرى. ملاحظة ثالثة، أنه للأسف انشغلت بعض مصادر تاريخ ثورة العشرين في الخلافات بين كتاب أو مؤرخي هذه الثورة، ولا سيما في موضوع قيادة الثورة ونسبة هذه الثورة لهذا القائد أو لهذا الشخص، أو نسبة قيادة الثورة في هذه المدينة أو في هذه المحافظة لفلان دون فلان. وصدرت عدة كتب وتم الرد على هذه الكتب، ودخل أصحابها في جدل في مراحل الأربعينات والخمسينات والستينات، واستمر هذا حتى إلى الثمانينات. وأذكر في ذلك الوقت جرى نقاش كثير حول هذا الموضوع في الصحافة العراقية، وجرت ردود عديدة على بعض الكتب والملاحظات التي وردت فيها. حقيقة هي كشفت عن معلومات مهمة، ولكن في الوقت نفسه شغلت هؤلاء الباحثين عن جهود أهم، وثانيا أوغرت الصدور وعملت على زرع نوع من حالة التعصب والميل لهذا الطرف دون هذا الطرف، مما أثر على الصورة الجمعية للثورة. وهنا لا أريد أن أذكر الأسماء والأمثلة، ترد إن شاء الله أثناء النقاش. ملاحظة أخرى فيما يتعلق بموضوعات لم تأخذ حظها من البحث بالشكل الكافي على الرغم من أهميتها، وأبرز الأمثلة هنا هي الثورة في بغداد. ثورة العشرين إخواني انطلقت من بغداد، تم الإعداد لها والتهيئة وبذل كل الجهود المسهلة والميسرة والمساعدة على انطلاق الثورة، كانت في بغداد، في منتديات بغداد، في جوامع بغداد، في شوارع بغداد، في صحافة بغداد. وأول ما بدأ الاحتلال الإنجليزي بتصدي للثورة كان باعتقال قيادات الثورة في بغداد وإعدام من استطاع الوصول إليهم، وفر قسم كبير منهم إلى جنوب العراق، وقسم عبروا حتى الحدود إلى الجزيرة السورية في وقتها. مذكورة طبعا في كل كتاب من كتب ثورة العشرين حديث عن اجتماعات واللقاءات وأسباب المجتمعين ولقاءاتهم وإن تمت وماذا جرى فيها والتظاهرات التي حصلت وتظاهرات الحيدر خان الكبيرة ومن قتل فيها وما إلى ذلك، ولكن الموضوع يحتاج إلى بحث أكبر. ممكن البحث عن كل شخصية على حدة، بمعنى فلان الفلاني من قادة الثورة في بغداد، بحث في تفاصيل حياته نكتشف في مذكرات إذا كانت مكتوبة أو منقولة بالواسطة، نكتشف أن هناك تفاصيل لم تذكر في الصورة العامة لتاريخ الثورة تساعدنا على تشكيل هذه الصورة. فالموضوع ما زال يحتاج. الثورة في بغداد، أنا أذكر هناك كتاب عن تحديدا عن الثورة في بغداد، ولكنه كراس صغير، رسالة صغيرة كتبت منذ زمن طويل. يعني أكو موضوعات مهمة لكن حظيت باهتمام أكثر، مثل ثورة العشرين والشعر، أو الشعر وثورة العشرين، حظيت ببعض الدراسات بهذا الموضوع، وهذا أمر مهم. تحتاج أيضا إلى جانب آخر وهو موضوع الهزوجة الشعبية، اهتم به لكن على لم يؤخذ بصورة شاملة متكاملة كدراسة. الله أعلم، هذا حسب معلوماتي، قد يكون الموضوع درس خلال السنوات الماضية، لأنه في السنوات الأخيرة يبدو تم تناول تاريخ الثورة في دراسات علمية كثيرة، ولكن لم تصل إلينا بسبب موضوع الفهرسة أو النقص في الفهرسة وما إلى ذلك. لكن أؤكد على موضوع أن ثورة بغداد تحتاج إلى إعادة نظر، ولا سيما أن لدينا نحن مثلا بعض المعلومات الشفاهية لم ترد في بعض الكتب موثقة لدينا، ممكن أن تعين في هذا الموضوع. وقبل مدة نشر كتاب مذكرات الشيخ أحمد الراوي رحمه الله، مدير ومدرس المدرسة الدينية في سامراء، وفي مذكراته يتحدث عن سبب خروجه من العراق في أثناء ثورة العشرين وذهابه إلى سوريا، وما جرى له في الطريق، وماذا جرى له هناك، وكيف عاد، وكيف خرجت القوات العثمانية من العراق، ومن أين خرجت. يوثق لهذا الموضوع في جزء مهم وهو المنطقة الغربية، كان غير موجود قبل نشر هذه المذكرات التي كان مقدرا أن تنشر في نهاية الستينات بداية السبعينات، ولكن تعطل المشروع، لم تصدر إلا قبل سنتين تقريبا. فلاحظوا الكم الكبير موجود مكتوب مخطوط، لكن يحتاج إلى بحث.
هنا فقط أضرب مثل قبل أن أعود إلى الملاحظة الأخيرة. هذا فهرس لإحدى الموسوعات اللي تكلمنا عنها على الإنترنت، فهرس للثورة، يقول العوامل المؤدية للثورة داخليا، العوامل السياسية الاقتصادية الاجتماعية والدينية النفسية، العوامل الخارجية، القيادة والتنظيم، الثورة، واقعة الرميثة، إعلان الثورة في المشخاب، مؤتمر الكوفة، انتشار الثورة في الفرات الأوسط، جبهة السماوة، معركة الخضر، معركة البواخر، سقوط السماوة بيد الإنجليز، الثورة في كربلاء، الثورة في النجف، الثورة في ديالة، الثورة في دلتاوة الخالص، طبعا دلتاوة الخالص تابعة لديالة، معارك الآثوريين، الثورة في منطقة كردستان، الثورة في شهربان، الثورة في خانقين قزلباط، الثورة في كفري، ثورة زوبع، الثورة في لواء المنتفج، الثورة في سوق الشيوخ، أحداث مدينة الناصرية، أحداث متفرقة، أحداث مدينة سامراء، أحداث عانة. من خلال هذا الجريد تلاحظون مدن غير موجودة لا سيما في المنطقة الغربية. في موضوع كردستان موضوع صغير غير مفصل، في موضوع ديالة ذكر أحداث ديالة ثم ذكر تفصيلات للمدن بخلاف المحافظات الأخرى، وأحداث مدينة سامراء هو حدث واحد وصغير جدا، ومدن لم تذكر بالكامل، وإذا لاحظتم تل العفر لم تذكر نهائيا. هذا دليل على طريقة التعامل غير الكاملة. النقطة الأخيرة في هذه الورقة ولا بد أن أطيل هي موضوع الدراسات الحديثة عن ثورة العشرين. ذكرت في البداية أن كثيرا من الوثائق البريطانية قد تم كشف النقاب عنها بعد انتهاء المدة الزمنية المعروفة اللي تمتد من 25 إلى 50 سنة إلى أكثر بحسب ظروف كل دولة ومتطلبات. هذه الوثائق التي ظهرت فيها تقارير مفصلة عن تلك المرحلة اللي هي مراسلات حكومة الاحتلال البريطاني مع قياداته وبعوثيها وبعوثيها الساميين في العراق، هذا في الجانب الإنجليزي فقط البريطاني، فما بالكم بالمراسلات في الجانب التركي العثماني في ذلك الوقت، المراسلات في الجوانب الدول الأخرى التي كانت معنية بالمنطقة، المراسلات الفرنسية، المراسلات الألمانية، المراسلات الإيرانية، هذه كلها يمكن أن تقدم مادة جديدة لثورة العشرين. نأخذ اليوم مثل، قبل مدة تم الكشف عن الوثائق البريطانية عن العراق قبل سنوات، واعتنى أحد الباحثين العراقيين بهذا الموضوع وأصدر هذه الوثائق كما هي، ترجمها فقط في مجلدين صدرا عن بيت الحكمة في بغداد. المجلد الثاني كان في 711 صفحة من القطع الكبير، والمترجم هو كاظم سعد الدين. عنوان الكتاب الثاني العراق في سجلات الوثائق البريطانية 1914-1966، لاحظ المدة الزمنية الطويلة من الاحتلال إلى 66، لم يتوقف إلى 18 نهاية الحرب العالمية الأولى وإلى 20 الثورة أو 32 نهاية الانتداب، لا إلى 58، لا إلى 66، إذن مرحلة زمنية طويلة جدا. ونزلت الوثائق كما هي، لم يتدخل المترجم جزاه الله خيرا فيها، وهي تضم الآتي: يضم الكتاب الوثائق البريطانية عن العراق من تقارير وبرقيات واجتماعات إضافة إلى بحوث بريطانية عن العراق، بحيث يكون محيطا بوجهات نظر السياسيين والباحثين البريطانيين في فترات مهمة، ومنها فترة 1918-1921، وهي من أخطر وأهم الفترات في تاريخ العراق. طبعا أنا أقرأ هنا من عرض لهذا الكتاب في إحدى الصحف العراقية، والكتاب طبعا أو هذا العرض كان في 27/4/2014، يعني هذا الكتاب قبل 4 سنوات ترجم. وتم توزيع محتويات الكتاب إلى الكثير من المحاور، وهي لاحظوا المحاور تفتح آفاق للتفكير والبحث: التجارة والزراعة، شؤون النفط، النقل النهري والبحري وسكك الحديد، شؤون التربية، شؤون الدفاع، شؤون العشائر، احتلال بريطاني للعراق، مستقبل إدارة العراق، مقاومة الاحتلال ورد الفعل البريطاني، الحكومة المؤقتة، الوضع في البصرة، اقتراح فصل البصرة عن بغداد والموصل،
مؤتمر القاهرة، المرشحون للعرش العراقي، ترويج بريطانيا لبعضهم، وصول الأمير فيصل واستلام حكم العراق، مفاوضات مع المندوب السامي، العلاقات مع تركيا، مسألة كردستان الموصل، العلاقات مع نجد، موضوعات كثيرة جدا، كل موضوع من هذه الموضوعات يحتاج إلى بحث. والمترجم يقول: حافظت على ألفاظ وعبارات الكتاب عموما ولم أبدل أو أحذف أو أضف شيئا، بل أبقيت كل شيء كما هو. يذكر طبعا الخليج الفارسي، العصيان المسلح، العصاة، المتمردون، طبعا أبقاها، وهذا جزء من الأمانة التاريخية. يبقى عاد الباحث لما يتعامل مع هذه المصطلحات، كل باحث يبين رأيه فيها بحسب خلفيته. كتاب آخر يقول المترجم أنه سبق أن ترجمت من الوثائق البريطانية تمتد من سنة 1915 إلى 1971 عن مناطق العراق المحتلة، وطبع هذا الكتاب أو طبعت هذه الوثائق قديما في بومبي والبصرة، وتم نشرها في مجلة المورد ومجلة التراث الشعبي، وعيد نشرها في كتاب معالم مضيئة في التراث الشعبي. فضلا عن ذلك، هناك كتب أخرى صدرت يبدو عن بيت الحكمة تتعلق بالوثائق والقضايا والشخصيات المشتركة، مثال فلسطين والعراق في الوثائق البريطانية، هذا أيضا كتاب آخر يجمع بين فلسطين والعراق أو العلاقة بين فلسطين والعراق من وجهة نظر الاحتلال. من ذلك أيضا شخصيات عراقية في الوثائق البريطانية، رؤساء وزارات، ضباط، شيوخ عشائر وما إلى ذلك. هذا من حيث الترجمة لكل الوثائق. من حيث طريقة تناول هذه الموضوعات، هنا يمكن أن تفتح بابا كبير للباحثين والدارسين وحتى طلبة الدراسات العليا في اختيار بعض الموضوعات في ضوء ما تم تدوينه. هذه ملاحظات عامة اكتفيت بالإشارة لها، وأكيد لديكم ملاحظات أخرى من خلال اطلاعكم واهتمامكم ومتابعتكم، فأردت أن أبينها هنا من أجل أن نثري النقاش وأن نفتح الأبواب على ملاحظات أخرى حتى نستخلص من هذه الجلسة، من هذه الحلقة النقاشية، مادة يمكن أن تصبح هي أيضا مصدر من مصادر تاريخ ثورة 20. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. في البدء نشكر القسم السياسي على هذه الندوة، والشكر موصول للدكتور مثنى حارث الضاري الأمين العام لهيئة علماء المسلمين على هذه الملاحظات الدقيقة والقراءة الفاحصة في مصادر ثورة 20، التي حقيقة هي ينبغي أن يتم التركيز عليها، لأنها مصادر كما قال هي مصادر ربما مؤدلجة كلها بإطار حقيقة هناك سرقة كبيرة لبعض الحقائق حول هذه الثورة العراقية، لأنها انطلقت بامتياز وطني رغم كل المؤشرات التي أرادوا أن يحرفوها باتجاه أنها اقتصادية أو غير ذلك، وبالتالي حصرها في أمور معينة. وتبين في بعض الكتاب الذين كتبوا عن هذه الثورة أيضا طريقة تعاملهم. حقيقة ما أثارني هو أن هناك مصدر مهم لهذه الثورة، وهذا المصدر حقيقة هو صحيفة نيويورك تايمز، لأن المتتبع لهذه الصحيفة تناولت هذه الثورة بطريقة البرقيات التي تأتي من قيادة الضباط البريطانيين أو القائد العام البريطاني إلى الدفاع أو إلى مجلس العموم البريطاني، وبالتالي نشرت معلومات دقيقة، وهذه حقيقة جعلت مادة دسمة كثيرة لأغفل كثير من الكتاب هذه الحقائق، لأنها أيضا حتى بينت عدد القتلى. يعني على سبيل المثال عندما تصف أن أول ثورة حقيقة ورفع فيها مذكرة رسمية إلى مجلس العموم في منطقة البوكمال التي كانت تنسبها إلى محافظة الأنبار وعلى طول نهر الفرات، كان أن هناك برقية صدرت أن هذه الثورة حقيقة هناك أيضا تحرك جماهيري عراقي سينتقل داخل العراق لثورة كبيرة ضد البريطانيين، وهي نشرت هذه الوثيقة.
كما كتبت هذه الصحيفة أيضا عن ثورة تل أعفر، وعدتها أول ثورة ضد البريطانيين، وحقيقة هذه الثورة كانت كبيرة، وفي العدد 22,667 في 17 آذار 1920. حقيقة نشرت صحيفة نيويورك تايمز تفاصيل دقيقة عن هذه الثورة وعن أعداد القتلى، وكذلك رسالة القائد البريطاني الذي يتنبأ بأنه ثورة، كما أن 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 حقيقة نشرت تقرير القائد البريطاني الذي تكلم عن ثورة الكرد بقيادة الشيخ أحمد والتفاصيل هذه الثورة الكبيرة ضدهم. العدد 22,823 في 20 تموز 1920 صفحة 15 ركزت على خسائر الجيش البريطاني، عندما تقول أن هناك معركة أو معارك أدت إلى بحسب وثيقة القادة البريطاني إلى 332 قتيل، عفوا جريح، و 158 قتيل من الجنود البريطانيين، وتقول أنه 3 ضباط كبار تورد أسماءهم قتلوا في هذه المعارك، و 14 ضابط جريح، وبالتالي أيضا في عددها 22,838 في 14 آب 1920 في صفحة 17 ركزت أيضا على معركة بابل القديمة، وكانت هذه معركة كبيرة جدا عندما قتل فيها 300 جندي، وقد استولى الثوار فيها على 12 مدفع كبير، وقد أوردت أن هذه الثورة اشتركت فيها أطراف من محافظة الأنبار من بغداد ومن بابل، حيث كانت هناك مثلث للموت كما وصفت الصحيفة في تقريرها. حقيقة قراءة الثورة، ثورة العشرين في السياسات الدول التي كانت تنافس بريطانيا، أنا أراها مهمة تماما في أن تعتمد كمصادر أساسية، لأن الأمريكان كانوا ينافسون على منطقة الشرق الأوسط مع البريطانيين، وبسيما العراق، على النفط وعلى الأمور الاقتصادية، فبالتالي كانوا نوعا ما مناوئين ليس للاحتلال البريطاني للعراق، لكن مناوئين على أن يكون لديهم نوع من إظهار الفشل البريطاني الذي يتوجب على الاستعانة بالأمريكان وغيرهم. لذلك حقيقة أوردت كثير من هذه الصحف كيف كان يطلب القائد البريطاني 7,000 جندي سحبهم من الهند إلى العراق لأنه قد فقد السيطرة، هكذا أحد الرسائل التي نشرتها عن القائد البريطاني. وهذا ما يدعون اليوم حقيقة باستشراف ما جرى لثورة العشرين، أنه يدعونا إلى عمل حقيقي ممنهج لكتابة تاريخ ثورة العراق في الاحتلال الأمريكي. هذه حقيقة ينبغي أنه أيضا، لأنه حتى لا تزيف الحقائق كما زيفت بعضها في ثورة العشرين، لأنه اليوم هناك أدعياء كثير في مقاومة الاحتلال الأمريكي للعراق ما بعد 2003، وقد رأينا أنه من سلمه الاحتلال في وثيقة بول بريمر 91 لإنشاء قوات عسكرية وأمنية لميليشيات معلومة، اليوم يدعي أنه قاوم الاحتلال الأمريكي. فبالتالي حقيقة من استشرافات لمصادر ثورة العشرين، ينبغي أن تؤسس مصادر أيضا لثورة العراق في الاحتلال الأمريكي حتى تكون الأمور مصوبة بالاتجاه الصحيح. وشكرا لكم وعذرا على الإطالة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية شكري وتقديري إلى القسم السياسي لما يتعفنا به بين فترة وأخرى بقضايا تهم الشأن العراقي وتهم قضيتنا العراقية والعربية في تسليط الضوء على تاريخ هذا البلد العظيم، ولنعلم لماذا استهدف في 9 نيسان 2003. والشكر موصول إلى فضيلة الأمين العام لرعايته الكريمة لكل هذه الجهود وتثمينه لها ومشاركته الفعالة فيها من خلال ما تفضل به من طرح واسع وعلمي وتاريخي يأخذ بنظر الاعتبار كثير من الأمور. لا أطيل، أنا سأسلط الضوء على بعض الأمور التي تفضل بها فضيلة الأمين العام الدكتور مثنى في موضوع يتعلق بعدد من المناطق في العراق، وكيف أن هذه الثورة، ثورة العشرين، كانت ثورة شاملة، ثورة شعبية، أعطت ملامح لمشاركة الشعب العراقي ورفضه للاحتلال، وهذا الاحتلال الذي رفض وهو الاحتلال البريطاني بجميع مكونات الشعب العراقي وبجميع انتماءاته. هنا
سنبدأ من الشمال وننتهي في الجنوب. في الشمال كما تطرق فضيلة الأمين العام على موضوع الزبار. موضوع الزبار كانت من المناطق مهمة جدا. نعم هي سميت بالزبار لعشيرة الزبار، ونعلم أنها تقع شمال محافظة نينوى. سأتطرق إليها أيضا كيف أنه بعد انسحاب لجمان من هذه المنطقة كيف ثارت العشائر الكردية في هذا المنطقة، وتم قتل الضابط السياسي ومعاونيه، وكانت ثورة شعبية عارمة تزامنت مع الثورة التي قام بها العراقيون. بالمناسبة عدد الثوار الذين، وهو مسجل في الوثائق البريطانية، 35 ألف عراقي مع آلاف من العراقيين الآخرين شاركوا في موضوع ثورة العشرين. فنحن أمام 35 ألف مجاهد كبير قادوا هذه الثورة العظيمة، وكانت طبعا يتلقى فيها تعاطف كبير من قبل العراقيين. فجزء منها كان في منطقة الزبار. كذلك الحقيقة موضوع مهم جدا وهو يغفل عليه كثير من الباحثين، هو ما حدث في السفينتين التي كانت متوجهتين إلى العراق، وكانت تعلمون أن الفرات ليس كما يأتي الآن، والأنهر كانت كبيرة جدا. فسيسأل واحد كيف تكون سفينة وتدخل الآن؟ لم تكن هكذا عرض النهر، ولم يكن هكذا مساحته، ولكن دخلت وكانت هناك خسائر كبيرة. وهذه كانت منعطف كبير في توجه البريطانيين نحو العراق، وكيف أنهم ساموا العراقيين الويل بعد هذه الخسائر، لأن الخسائر الأولى في القضاء أنه تكون هناك 20 قتيل، هناك 60 جريح، هناك 318 مفقود، ومنهم 81 جندي هندي. وكانت هذه من الأعداد الكبيرة جدا في مواجهة الاحتلال البريطاني. كذلك هناك أكثر من 180 جندي أيضا قتلوا من البريطانيين في هذه المواجهات في منطقة القريبة من قضاء الدليام، تحديدا بعد حادث السفينة وامتداد إلى الفلوجة. كذلك هناك موضوع الكفل الذي تفضل به الدكتور الآن عبد القادر. هناك كانت هناك قوة تسمى قوة مانشستر، إضافة إلى لماذا سميت مانشستر، لأنه هي مدينة تعلمها بريطانيا وسميت بهذه القوة لأهميتها، ولكن في منطقة الكفل ومواجهة أيضا أبنائنا هناك في الفرات الأوسط، تم قتل أكثر من 100 جندي من هذه القوة، وهذا أيضا ما أثار البريطانيون وزعزع كثيرا من قواهم، خاصة وأنهم كما تعلمون أنهم عدد كبير من العسكريين كانوا هناك لم يفهموا طبيعة المجتمع العراقي، وكما لم يفهمه المحتلون الآخرون. طبعا نشكر دكتور مثنى على هذا التقرير المفصل، وبسط فيه القول على أهم المصادر التي تكلمت عن ثورة العشرين. بعض القبائل التي قامت بالثورة كانت لها يعني وقفة مع الاحتلال الإنجليزي ابتداء، يعني لم تكن الثورة تحصيل حاصل فيما بعد، لا، كان لدورهم في حصار الكود وفي حصار سلمان باك يعني الدور الفعال في قيام هذه الثورة. هذا أولا. ثانيا بالنسبة لإقليم كردستان أو الأكراد أو ثورة الأكراد، أنه كانت هناك بعض المراسلات ما بين الشيخ ضاري وبعض الأكراد الموجودين في منطقة مثلا السعدية أو كفري تخص هذا الأمر، تخص هذا الجانب. فإذا الثورة اللي كانت في إقليم كردستان كانت امتداد للثورة العراقية الموجودة. أغلب المصادر طبعا الموجود عن ثورة العشرين لن تنفك عن يعني عن التوجه الطائفي في بحثها لهذه الثورة، وهو كثير من ذلك أنها ضخمت الثورة في بعض المناطق وأهملت ما كان في سامراء، في الأنبار، في يعني مناطق زوبع 3 أشهر استمرت، وكان القتال شبه يومي، وهذا الحس الطائفي تروه يعني واضحا في محاولة التقليل من الثورة في المناطق التي كانت يعني مثلا ديالة كانت فيها معارك كثيرة جدا وقواطع مختلفة من مندلي إلى خانقين إلى كفري إلى مناطق أخرى كثيرة جدا إلى بعقوبة نفسها، لم تذكر بشيء مفصل، وإنما ذكرت تسقيطا للواجب فقط كما يقال. ثورة تحتاج إلى كتابة نوعا ما تكون أكاديمية. شو نقصد بالأكاديمية؟ أي أن الباحث لا ينجر خلف عواطفه في الكتابة، وإنما ينجر خلف الحقيقة فقط. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا لكم فضيلة الأمين العام والقسم السياسي على هذه الحلقة النقاشية، وكأنكم فتحتم الباب على مصراعيه كما يقال،
وأثرتم في نفوس المتلقين أسئلة كثيرة صراحة، وهو اختيار مميز في وقت تنشغل بعض الأقلام في اتجاه آخر. سؤالي فضيلة الأمين العام، ألا تعتقدون أن هذا الإغفال أو الإهمال يعني لمعلومات مهمة لثورة العشرين ولتاريخ العراق ينسحب على ما جرى بعد 2003 إلى الآن، أو للمقاومة العراقية للاحتلال الأمريكي بشكل خاص؟ وهل يمثل ذلك بصورة أو أخرى إرهاق أو مشكلة للقسم السياسي في الهيئة خاصة والهيئة بشكل عام، خاصة وأن القسم والهيئة معلوم عنها التدقيق والتمحيص في المعلومات، وهذا واضح من خلال مخرجات الهيئة كالبيانات وغير ذلك؟ وشكرا لكم. جزاكم الله خير إخواني جميعا على ما بيتم من مداخلات مهمة وملاحظات وأسئلة واستفسارات، وبقدر تعلق الأمر بي أنا أجيب عن سؤال الأخ الدكتور عمر النقيب. أقول نعم، الصلة واضحة بين التاريخ لثورة العشرين والتاريخ للمقاومة العراقية لاحتلال أمريكا البريطاني في عام 2003. امتداد واضح، ملاحظة الأخ عبد القادر عن الفترة الزمنية أو الحيز الزماني أنه لم ينقضي على الاحتلال البريطاني للعراق إلا سنتين وما يقرب من 8 أشهر، حتى أقل من 3 سنوات انطلقت ثورة العشرين، والانطلاقة الفعلية أما مقدمات الثورة فقبل ذلك بكثير. وذكرت أيضا في الورقة الأساسية ثورة النجف في عام 1919، فضلا عن أحداث وانتفاضات وهنا وهناك لم تعطى حقها من التاريخ. إذن كان رد الفعل العراقي والثورة العراقية سريعة على الاحتلال البريطاني، وهذا ما حدث في احتلال الأمريكي البريطاني للعراق. كانت المقاومة أيضا سريعة جدا وبدون فاصل زمني. المقاومة العراقية استلهمت مباشرة الإرث التاريخي والمقاومة لثورة العشرين، وأصبحت ثورة العشرين إحدى المواد الأساسية للتعبئة المعنوية للمقاومين والمجاهدين للاحتلال الأمريكي البريطاني في عام 2003، بخلاف الأدوات السياسية التي جاءت مع الاحتلال من الخارج أو من الداخل حاولت الفصل وقطع الصلة تماما، ووصف حالة المقاومة بالتمرد والإرهاب تماما كما فعل البريطانيون في ذلك في ثورة العشرين عندما وصفوا الجميع بالمتمردين وقطاع الطرق. الآن تقلب الآية، الآن يراد سرقة هذا الجهد المقاوم بعد الاحتلال الأمريكي ونسبته إلى للأسف أقول قطاع طرق حقيقيين من الميليشيات وغيرها. وهنا يأتي محاولة استذكار ثورة العشرين. إذن هو استعمال براغماتي نفعي عند تحقق المصلحة، وليس استعمال علمي أو تاريخي أو أكاديمي أو توثيقي. فالسؤال في مكاني والملاحظة، وهذه ممكن التركيز على هذا الجانب في كتابات ودراسات تبرز هذا الموضوع بالأدلة وبالتفاصيل وبالوقائع. ملاحظة اللي ذكرها الأخ حاتم في مكانها، لأن موضوع السلب المتعلق بالثورة في أحد القواطع هو ما ورد في التقرير البريطاني عن الثورة في هذه المنطقة. التقرير البريطاني يقول قامت العشائر الفلانية في المنطقة الفلانية بأعمال تمرد ونهب وسلب وقطع للطريق والمشاركة في دعم ثورة أو تمرد الجنوب أو الفرات الأوسط. هاي المعلومة في تقرير بريطاني، كيف يعتمد التقرير البريطاني من قبل كاتب عراقي كاتب وطني ويجعل التاريخ بناء على هذه المعلومة؟ أصل هذه المعلومة هي التقرير البريطاني الموثق لحالة الثورة في ذلك المكان. من هنا نشأ الموضوع وتم التقليد والمتابعة عليه. والغريب أنه أحد الموسوعات الإلكترونية تقول فقطعوا الطريق وشاركوا في الثورة. شلون يقطع طريق ويشارك في الثورة؟ تناقض يعني غير مقبول وغير معقول. سببه هو الاعتماد على المصادر البريطانية، وهي مصادر طبعا تروي القصة من وجهة نظره، هي تصف الثورة كلها بالتمرد، ولا يؤخذ هذا يقال ثورة لا يقال تمرد ولا يقال عصيان. عندما نأتي على هذه الجزئية لأسباب متعددة مختلفة هنا وهناك
نعتمد المعلومة البريطانية أو الوثيقة البريطانية أمر غريب جدا طبعا. أيضا فيما يتعلق بالكتب المذكورة ذكر أيضا أحد الإخوة أنه من أفضل الكتب وسمى أحد الكتب وأنا أؤيده نعم هو من أفضل الكتب لأن أولا دراسة علمية أكاديمية وراعى فيها يعني صاحبها وكاتبها رحمه الله الحيدة العلمية ولا يخلو كتاب طبعا من ملاحظات. وهنا أشير إلى كتاب آخر كتب في إطار غير تاريخي وإنما في إطار دراسة علمية لباحث عراقي في إحدى الجامعات البريطانية في تخصص العلوم السياسية هي الفكر السياسي أو ثورة العشرين لا أذكر اعذروني العنوان الدقيق للدكتور رميض عمر نظمي رحمه الله. دكتور رميض عمر نظمي كان تخصص علوم سياسية فاختار مجال البحث ثورة العشرين فوثق الأحداث كتوثيق ما دخل في التفاصيل لأنه ليس مؤرخا فأورد الأحداث كما هي من أراد الأحداث كما هي بدون تدخل هنا وهناك ممكن يرجع إلى هذا الكتاب ثم بعد ذلك دخل فيه موضوع ثلاثة. وأختم أخيرا بأنه للأسف بعض الشخصيات العلمية الأكاديمية التي كتبت عن ثورة العشرين والتحديد تحت عنوان الفكر السياسي لثورة العشرين رسالة دكتوراه أو ماجستير اعذروني الآن لا أذكر موجودة عندي لكن في العراق في كلية العلوم السياسية بجامعة بغداد وأعرف الكاتب الكاتب يركز على هناك فكر سياسي للثورة وأن هذا الفكر السياسي كان موجود عند العلماء والمشايخ شيعة وسنة وعند شيوخ العشائر سنة وشيعة وعند المثقفين وعند عامة الناس ويتلمس من كلامهم ووثائقهم ملامح هذا الفكر السياسي فيأتي بصورة جميلة وصورة علمية وأكاديمية دقيقة يشكر عليها في ذلك الوقت لكنه بعد الاحتلال يدخل في إطار منظومة سياسية طائفية ويعمل في إطار هذه المنظومة التي تناقض تماما الفكرة الشمولية الوطنية العراقية التي ذكرها في دراسته في ذلك الوقت فاختلفت النظرية عن التطبيق. ثورة العشرين تحتاج إلى إعادة النظر في طريقة التعامل مع المصادر لتسليط الأضواء على الثورة ولا سيما مقدمات الثورة. ولاحظتم هنا الموسوعة تذكر مقدمات الثورة وهي نقطة إيجابية لكن مقدمات الثورة تكاد تكون أحيانا أهم من الثورة لأنها تعبر عن حالة عن فكر وهذا الفكر سيستمر والدليل أنه استمر حدثت ثورة 41 ضد الاحتلال البريطاني اعتمادا والذين شاركوا في 41 أغلبهم كانوا مشاركا في 20 بل إحدى الموسوعات تقول ثورة 20 ما انتهت في عام 1920 بعد 8 أشهر من انطلاقها أو 6 أشهر وإنما امتدت حتى عام 22 لأن تبعتها أحداث أخرى لم يستطع الاحتلال البريطاني إخمادها نهائيا إلا بعد سنة أو سنة ونصف أو سنتين بعضهم يقول لم تنتهي حتى إلى مؤتمر القاهرة لأن مؤتمر القاهرة حسم الموضوع سياسيا وأوقع العقوبات بالفلانيين واستثنى الفلانيين من العقوبات بل بعضهم يقول الثورة امتدت حتى إلى نهاية العشرينات عندما توفي بعض قادة الثورة وما جرى لهم من اهتمام وتشيع واحتفاء وكتابات عنهم في بغداد في ذلك الوقت وأنا قبل قليل قلت آثار الثورة ممتدة إلى عام 2003. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. وفي الختام لا يسعنا إلا أن نشكر الحضور الشكر الجزيل على هذا الحضور والمشاركة في هذه الندوة وإلى لقاءات قادمة بإذن الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.